بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة إن شاء الله هنكمل الدرس 27 من دروس دورة الأكسس، وهنكمل في النماذج المتقدمة. والنهاردة إن شاء الله هيكون موضوع الدرس بتاعتنا عن استخدام الخصائص مع إيه؟ مع النماذج، اللي هي البروبرتيز. إزاي استخدمها مع النماذج اللي هي الفورمز، using properties with forms. طيب، إحنا كنا المرة اللي فاتت بدأنا بدليل الموظفين اللي هو ده، وبدأنا يعني شكلنا الشكل الأساسي بتاع النموذج بتاع دليل الموظفين عن طريق طريقة عرض التصميم اللي هي دي، وظبطنا الوضع الأساسي بتاع النموذج. وهنكمل النهاردة مع الخصائص. الخصائص يا جماعة بمنتهى البساطة كده، ان مثلا كل جزء مثلا من هنا هيبقى ليه مجموعه من الخصائص، هتيجي لك فين في ورقه الخصائص هنا. طيب، ورقه الخصائص دي هجيبها منين؟ عندك كذا طريقه. الطريقه الاولانيه اللي هي عن طريق منطقه الريبون اللي هي ديت، وهتلاقي فيه هنا زرار لورقه الخصائص من فوق اهو، تقدر تضغط ليه يظهر لك ورقه الخصائص، تضغط عليه مره ثانيه تختفي ورقه الخصائص، او ان انت تضغط اف 4 من لوحه المفاتيح، اف 4 من لوحه المفاتيح، او الت وانتر برضه من لوحه المفاتيح تنزل لك ورقة الخصائص. تمام كده؟ أو لو أنت ضغطت على أي عنصر من العناصر ديت مثلا، سواء كان هنا أو أي عنصر من دول، الدبل كليك هيظهر لك برضو ورقة الخصائص. تمام كده؟ طيب، اللي احنا عاوزين نعمله في النموذج بتاعنا دوت، ان احنا عاوزينه بدل ما يعرض سجل واحد كده بالشكل دوت، عاوزين يعرض اكتر من سجل. تمام كده؟ وعاوزين نخفي المحدد السجلات اللي هو ريكورد سيلكتور دوت، وأزرار التنقل اللي هي ديت. وعايزين نعمل مجموعة من الخطوط اللي هي الديفايدرز هنا، الخطوط المقسمة ديت. تمام كده؟ وهنزل كمان الهيدر والفوتر، نحط فيهم لوجو ونحط فيهم اي عنوان. ده اللي احنا هنعمله. طيب، الخصائص هتفيدني في كده ازاي يعني؟ تعالى هرجع لطريقة عرض التصميم بهذا الشكل، وهاجي على النموذج. لو انا ضغطت في المربع ده هجيب لي كلمة نموذج هنا، او لو انت ضغط هنا ومش مش قادر تجيب المربع دوت، ممكن تفتح هنا وتحاول تختار نموذج من هنا. هتبص تلاقي ورقه الخصائص ديت متقسمه لكذا حاجه، في جزء خاص بالتنسيق، في جزء خاص بالبيانات، في جزء خاص بالحدث، في جزء اسمه غير ذلك ميسيلينس، وفي حاجه اللي هي كل الخواص مع بعضها. طبعا الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها معظمها مثلا تلاقي فين في التنسيق. يعني على سبيل المثال، لو احنا عاوزين نعرض بدل ما هو نموذج مفرد عاوزين نعرضه نماذج مستمره، هنيجي في طريقه عرض العرض الافتراضيه اللي هي الخاصيه بتاعت طريقه العرض الافتراضيه ديت، وبدل ما نخليها نموذج مفرد هنيجي هنا ونفتحها ونخليها نماذج مستمر، ونشوف كده النموذج شكله عامل ازاي. هبص كده يا جماعه هتلاقي النماذج بدات تظهر ورا بعضيها اهي، وعن طريق شريط التمرير دوت اقدر ايه اقلبها. تمام، دي اول خاصيه. لو بصيت لمجموعه الخواص اللي تحت كده، اللي هي السماح بطريقه عرض النموذج، اللي هو بتتحكم في الزرار ده، شايفين كده في كذا حاجه هنا ظاهره، انت ممكن تظهر وتخفيها زي ما انت عاوز. طريقة عرض النموذج الظاهرة طبعا هنحتاجها. هتلاقي في حاجة اسمها السماح بطريقة عرض وقت بات، انا مش محتاجها هنا في النموذج ده، هقول له لا. وتعالى نبص هنا كده هتلاقي اختفت اهي. تعالى نشوف السماح بطريقة عرض البايفوت تيبل والتشارت تيبل، هنقول له برضو لا مش عاوزينهم. ونبص هنا كده هنبص تلاقيه اختفوا هنا. طريقة عرض التخطيط برضو انا مش عاوزها دلوقتي. لو فتحت هنا هيبقى عندي بس طريقة عرض النموذج وطريقة عرض التصميم. يبقى كده اتحكمت برضو في الزراير اللي بتظهر لي فين هنا في المكان دوت. تمام كده؟ طيب، بالنسبة لمحددة السجلات، لو انا نزلت تحت كده شوية هتلاقي هنا في خاصية اسمها خاصية محددة السجلات. ايه هو محددة السجل؟ لو انا ضغطت كده يا جماعة على طريقة عرض النموذج، وهتلاقي في الشريط اللي على الجنب ده اسمه محدد السجل، ده محدد السجل انا مش محتاجه فهخفيه. فهاجي هنا في خاصية محددة السجلات ديت، هروح اعمل له ايه؟ شيل، اقول له لا. وعرض، هبص تلاقي الشريط اللي على الجنب اللي هو محدد السجل ده اتشال. طيب، ايه كمان؟ الشريط اللي هو بتاع التنقل ده برضه انا مش محتاجه، لان ده كل البيانات دي انا بس عاملها عشان العرض فقط ليس الا. فاجي في طريقه عرض التصميم، وهتلاقي فيه خاصيه بتتحكم لي في شريط التنقل دوت اللي هي اسمها ازرار التنقل. لو انا شلتها قلت له لا هتختفي معايا. تعال نبص كده، هبص تلاقي اللي هو ازرار التنقل اتشالت من عندك. ممتاز جدا. طيب،
علشان ندي مظهر جمالي كده. في خاصية هنا اسمها خاصية الخطوط المقسمة، بقت محطوطة دلوقتي على لأ، هنخليها برضو ايه نعم. وتعالى نشوف، هتلاقي في خط رفيع كده ظهر ما بين كل سجل وسجل، يعني بيفصل ما بين سجلاته ايه وعطيها. ممتاز جدا، تمام. طيب انا دلوقتي مسموح لي ان انا اعدل على السجلات ديت، انا عامل النموذج ده بحيث ان انا اعرف، بس لو انا عاوز اقفل التعديل على المستخدم هتلاقي فيه خاصيه لذيذه كده. لو جيت تاني في طريقه عرض التصميم وجيت في البيانات، هتلاقي هنا في حاجه اسمها نوع مجموعه السجلات اللي عندي، اللي احنا بنسميها مش عارف اسمها ريكورد ريسورس او حاجه كده، ريكورد مش عارف بالانجليزي اسمها ايه. المهم نوع مجموعه السجلات ديت ريكورد تايب، حاجه زي كده. لو انا فتحت هنا هتلاقي هنا مجموعه حيويه، كلمه مجموعه حيويه احنا بنسميها بالانجليزي الداتا سيت، ودي معناها ان النموذج بيقبل تعديل البيانات وبيعكس التعديل ده على مين؟ على الجداول. لو انا مش عاوزه يقبل التعديل خالص من المستخدم بفتحها كده واختار حاجه اسمها لقطه، اللي هي السناب شوت، اختار حاجه اسمها ايه لقطه كده. لو المستخدم حب يعدل على البيانات دي مش هيقدر. بص كده مفيش تعديل قائم عليين على السجلات. دي الخاصية اللي بتاعت مين؟ بتاعت نوع مجموعة السجلات اللي احنا بنختار لها ايه لقطة. طيب طبعا لو انت رجعت تقطع التصميم كده هتلاقي في الحدث. الحدث ده طبعا علشان لو انت عاوز تربط احداث بالنموذج وتضيف نوع من التفاعلية على نموذج، تمام كده. ممكن عند النقر، عند النقر المزدوج، لما يكون مثلا في مفتاح هتضغطه اسفل او اعلى، او تنقر بزر مثلا ماوس، ممكن تضيف احداث هنا. والاحداث بتضاف بكذا طريقة، من ضمنها الكود عن طريق الفيجوال بيزك فور ابلكيشن اللي هو الفي بي اي، او عن طريق الماكروز، او عن طريق منشئ تعبيرات، تمام كده. ودي ان شاء الله قدام شوية نتطرق ليها يعني، تمام. في عندك برضو حاجه اسمها ايه غير ذلك. غير ذلك ديت اللي هي مسلينس ديت، في ان انت ممكن تختار النموذج ده بدل ما يتعرض في تبويب بالشكل ده كده، تبويب بهذا الشكل، ممكن تخليه منبثق. منبثق يعني ايه؟ يطلع يعني حاجه اسمها البوب اب، يعني يطلع لك بشكل ايه اللي هو القديم بتاع بتاع الاكسس القديم. بص كده ضغطت عليها هتبص تلاقي النموذج طلع لك بالشكل ده، عباره عن نموذج منبثق. نموذج ايه منبثق؟ وهتلاقي ان عرض التخطيط تقفل معاك. لو انت عملت كليك يمين على شريط العنوان هتلاقي طريقه عرض التصميم ماشي كده اتفتحت هنا. دي المنبثق، ونحتاجها كتير في ان احنا نعمل يعني التطبيقات بتاعتنا بالشكل ده، لان انا ما بحبش اصلا موضوع التبويبات دوت فين في الاكسس. هو كويس بس مش عامل، تحس انه مش عامل، مش تطبيق احترافي يعني. في حاجه اسمها المشروط او المديول اللي هي ديت، معناها ان المستخدم لازم ياخد يعني ياخد رد فعل مع النموذج قبل ما يقفله او قبل ما يتعامل معاه. المهم يعني ان هو لازم يعمل حاجه مع النموذج. لو انا عملتها نعم وجيت هنا وضغطت كده هتلاقيه بايه، بتحس انه بيخبطك. طب دي هيبقى ليها فايده بعد كده لو انت حبيت تعمل نموذج تسجيل للنظام اللي هو فيه اسم المستخدم وكلمه المرور. الخاصيه دي هتفيدنا بعد كده ان شاء الله في الموضوع ده. فانا دلوقتي انا هخليها على لا زي ما هي، واخلي دلوقتي النموذج بتاعي منبثق اللي هو بوب اب، بحيث ان هو يظهر لك بالشكل ايه، بالشكل ده. دي خاصيه طبعا طبعا جميله جدا جدا، ممكن نستخدمها احنا بعد كده، تمام. بالنسبة للمسافات الفاضية اللي هي تحت ديت، أنا طبعا لو أنا لاحظت كده هتلاقي في مسافة كبيرة فاضية. أتخلص منها إزاي؟ باجي في طريقة عرض التصميم ديت وهنزل تحت كده شوية وابتدي أصغر المسافة ديت على قد النموذج بالظبط كده. وممكن كمان أمسك دول كده أحركهم أجيبهم هنا مثلا وأقفل كمان إيه المسافة الزيادة دي بهذا الشكل، وابتدي أشوف كده طريقة العرض بتاعتي هتلاقيها بالشكل إيه، بالشكل دوت كده. ده الدليل بتاعي بتاع الموظفين، من ضمنهم الموظف الكشري ده. تمام. كده وصلنا لحد نقطة كويسة جدا ما فيش أي مشكلة. تعالى نرجع لطريقة عرض التصميم مرة تانية، وتعالى نضغط هنا في المكان دوت. لو ضغطت على المكان ده يا جماعة وعملت كليك يمين هتظهر لك مجموعة من الاختيارات، من ضمنها حاجة اسمها رأس وتسجيل الصفحة، وحاجة اسمها رأس وتسجيل النموذج. هنختار رأس وتسجيل النموذج، هيديني هنا رأس للنموذج وهيديني ايه تسجيل النموذج اللي هو الهيدر والفوتر بتاع النموذج نفسه. ولو عملت عرض كده هبص لاقي في جزء هنا ظاهر وفي جزء هنا ظاهر. بالنسبة للفوتر انا مش هستخدمه، فارجع لطريقة عرض التصميم
وهبتدي اقفل الفوتر ده خالص، مش عاوزه كده، بحيث بس يبقى عندي مين الهيدر اللي فوق ده بهذا الشكل. طيب ايه اللي انا احطه هنا؟ ممكن احط شعار، ممكن احط عنوان لدي النموذج. اعمل كده كليك يمين واختار طريقه عرض التصميم مره تانية، ولو حبيت اضيف شعار او صوره هنا او استدي شويه مثلا، باجي هنا في حاجه اسمها ادراج الصوره او في حاجه اسمها الشعار. دي الطريقتين اللي انت ممكن تستخدمهم علشان تعمل صوره. في طريقه ثالثه برضه هنا اظن اللي هي دي تقريبا، ده كان غير منضم فيه هنا كان منضم، لا اظن هما الطريقتين دول اللي هما عن طريق الشعار وعن طريق ادراج الصوره. هنا هنختار ادراج صوره وهنختار استعراض، وهنبتدي نشوف الصور اللي موجوده عندنا ايه، ونبتدي نختار منها ايه، منها صوره. نطلع بس شويه images، ممكن اختار اي صورة من دول وليكن ديت، وابتدي ارسمها هنا عندي في المنطقة دي. كده انا نزلت ايه، شعار او صورة للنموذج بتاعي بهذا ايه، بهذا الشكل. ممتاز جدا. طيب هاجي بعد كده لو حبيت اضيف عنوان، ممكن اضيف عنوان عن طريق كلمة عنوان ديت او عن طريق الليبل اللي هو دوت. تمام كده، اللي يعجبك بيشتغل بيه. هنضغط ايه على العنوان، هيبتدي ينزل لك عنوان بهذا الشكل، وهو هحطه لك في جدول، هعلم عليه بهذا الشكل كده، واجي في الترتيب واقول له نزلت ايه التخطيط، اصبح عندي العنوان حر للحركه بهذا الشكل. طبعا العنوان دوت انا ممكن اتحكم في الخواص بتاعته عن طريق التنسيق زي كده، ممكن اجيب العنوان ده في النص، اجيبه ناحيه اليمين، اخليه بولد، اخليه اندرلاين، اخليه مايل بهذا الشكل، اديله لون مثلا مختلف مثلا بالشكل ده، اديله خلفيه لو حبيت مثلا بالشكل دوت. كل ده ايه معاك، انا خلينا شفاف، واخلي اللون مثلا لون الكحلي ده. تمام بهذا ايه، بهذا الشكل. برضو نفس الخواص ديت انا ممكن اجي في التنسيق هنا وابتدي العب فيها. يعني لو حبيت اغير الحجم بتاع الخط نفسه، هدور على حجم الخط هنا، ممكن اخليه مثلا 20 مثلا على سبيل المثال، او اخليه 16 براحتك انت. تمام، المحاذاه برضو ممكن اغير فيها، ممكن اخليه يمين يسار، ممكن اخليه توزيع بحيث يتوزع بهذا الشكل، دي خاصيه مش موجوده هنا اساسا، خليها كده كويس. بس نصور شويه ونشوفها كده كويس، شكلها جميل. تمام كده. طيب هنرجع لطريقه عرض التصميم مره تانية. ممكن برضو ان انت طبعا تغير اللي هو اللون الامامي اللي هو ده، اللون الامامي اللي هو يعتبر اللون بتاع النص نفسه يعني. من هنا برضو ممكن تغير عن طريق الخواص، يعني مقصد ان ده ممكن تعمل حاجات كتير بالخواص زي ما انت عاوز. تمام كده. اخر حاجه احنا ممكن نضيفها هنا مثلا، لو انا حبيت ممكن اصغر دي شويه، ان انا اعمل زرار اخلي الزرار ده ينقلني مثلا على الصفحه الرئيسيه او القائمه الرئيسيه دي. هاجي اعمل زرار بالشكل دوت، وهربط الزرار ده ايه بمكرو. تمام كده. طبعا انا هضطر الغي هنا شويه، مش هستخدم الحاجات الجاهزه ديت، لكن انا ممكن اعمل كليك يمين على الزرار بالشكل دوت، واختار حاجه اسمها ايه حدث انشاء اللي هي فوق دي، وابتدي اقول له سجل لي ماكرو في الزرار ده. طبعا لو انت مش فاهم مش مشكله دلوقتي، بس انت يعني حاول تعرفها على سبيل المعرفه. هنيجي هنا احنا اول حاجه عاوزين نعملها ان احنا نفتح ايه، نفتح نموذج. هنيجي على عمليات عمليه كانت قاعده البيانات ديت، وهنقول له اوبن ايه، اوبن فور، وهنختار النموذج اللي اسمه القائمه الرئيسيه اللي دي. تمام كده. وكمان هنعمل اللي هو اغلاق كلوز ويندو. تمام كده. لمين؟ لدليل الموظفين دي، هيكون عبارة عن نموذج وهنختاره ونخليه اللي هو دليل ايه الموظفين ده، هنقفله. يبقى كده الماكرو ده هيقوم بحاجتين، اول حاجة يفتح لي القائمة الرئيسية، تاني حاجة يقفل دليل الموظفين. وهنستخدم ان شاء الله ماكروات كتيرة الفترة اللي جاية يعني. حافظ، وهنقفل كلوز، وتعالى نجرب كده. ادي الدليل اهو شغال كله، وادي ما غيرناش العنوان هنغيره. لو ضغطت عليه كده طبعا في حفظ للنموذج، هنقول ماشي، هتبص تلاقي ان هو اظهر لك القائمه الرئيسيه. تمام كده، واخفى دليل الموظفين. تمام، انت ممكن هنا طبعا تيجي في طريقه عرض التخطيط، ونقول طريقه عرض التخطيط هنا، ونعمل زرار جديد بهذا الشكل، وهنسميه دليل الموظفين،
موظفين، تمام كده. وهتلاقي يعني مباشرة هو ربطه لك بإيه؟ بالدليل اللي أنت أنشأته من شوية. طبعا أنت ممكن ترفعه لفوق لو أنت عاوز، تحركه كده تمام وتعرض. هبص تلاقي دليل الموظفين إيه موجود. هنغير بس التصميم بتاعنا دوت، هنقفل دي لوك نقوله حفظ، وهنيجي بدليل الموظفين اللي هو ده، وهنغير بس هنا، هنقول له القايمة إيه الرئيسية، هنعمل كليك يمين وطريقة إعادة التصميم، وهنيجي هنا نعمل 2 كليك شمال وهنكتب القائمة الرئيسية. الرئيسية تمام كده. وممكن نمسك الزرار ده برضو نديله تنسيق عن طريق التنسيقات الموجودة في الأنماط السريعة هنا، نديله حاجة مثلا زي كده أو حاجة زي كده على حسب ما أنت عاوز، ونخلي الإعلان بولد نكبره شوية 14 كويس، ونيجي في طريقة العرض بتاع النموذج ونشوف الدنيا ماشية ازاي. لو ضغطت عليه كده هيقفل ويروح هنا، ده دليل الموظفين اهو بهذا الشكل تمام كده. طيب انتوا طبعا ملاحظين دلوقتي ان النظام القائمة الرئيسية بالشكل ده كويس ومش كويس. كويس طبعا لانه ممكن ينفع في حاجات وما ينفعش في حاجات، مش كويس طبعا لان انا احيانا بحتاج حاجات افضل. ففي طريقة اللي هي ان احنا نعمل الشكل منبثق زي ما احنا عملنا في دليل الموظفين زي كده، انه يكون منبثق كده، بيكون بالطريقه دي احسن وافضل ان انا اعمل قائمه رئيسيه بالطريقه دي. ان شاء الله باذن الله قدام هنعملها بهذه الطريقه، وتكون دي افضل وفيها احترافيه شويه عن الطريقه اللي هي بتاعت الجزئيه بتاعت الانشاء عن طريق التنقل دي نافيجيشن دوت او النافيجيشن فور. بكده نكون خلصنا الدرس 27 واستفدنا من مجموعة الخواص الموجودة في ان احنا نعمل دليل للموظفين بهذا ايه بهذا الشكل. ان شاء الله باذن الله تعالى نلتقي في حلقة قادمة. اذا عجبك الفيديو اعمل لي لايك او اعمل شير او ان انت تكومنت على الفيديو لو انت حابب يعني. ولو حبيت كمان تعمل اشتراك في القناة اعمل سبسكرايب في القناة، واكون شاكرين ليك دعما للقناة بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.